واحد من الجهود بعد لهنا ناشي لا من طريق من جهة تخطيط بلي تخطيط بالنسبة لنا احنا الجهود هو أساس تكامل. كنا نختار هذا اليوم يطلع علينا حد من السلطات بخطة معقولة ذاك هي واضحة مش لا يتعدل الدورة في هذه الأيام الجايين بدا من التشاؤم عند الناس كامل أصحاب ما خرجت والناس مخرعة قاع من هذا والحدود مقفولة والدول ما تتصدى دارت الدولة والسلطات كامل كانوا يطلعوا علينا في ذا اليوم العالمي للغذاء يقولوا نعم عندهم خطة طمنا احنا بعد قاع أولا ونعرفوا اللي حنين شنو.